كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. كان معطيك مسرحية في العهد البورقيبي اتمنعت. أول مسرحية عملناها في مسرح هو اسمها تمثيل كلام منعت. كلمت أنا رئيس اللجنة حبش سميه لأنه نحترمه وهو توفى. قلت له يا سي فلان كيفاش تعمل لنا المسرحية هذه من فضلك؟ قال لي طول ايش نقول لك التوفيق، وهذه مسرحيه هذه ما هذه ما تجيش للجمهور، هذه مثلوها بين بعضكم. قلت له كيفاش مثلوها بين بعضنا؟ قال لي لا بصراحه مسرحيه فيها هذه فيها ايش فيها. قلت له ايش فيها؟ قال لي فيها. شنو ايش فيها؟ قلت له قول لي ايش فيها بلكي يطلع ما فيهاش. قال لي تو هكا انت التوفيق انت ما تعرفش ما فيهاش، انا مش نقول لك ما فيهاش، انت تعرف ايش فيها. يعني هذا انكرويابل، هذا مستوى نيفو انكرويابل نتاع رقابه. المستوى الثاني معناتها انت اعرف على روحك اش فما اش ما فماش فيها. شنو اللي فيها يا خويا؟ قال لي فيها. اي دونك احنا توا ولينا خبراء في الفيها. انا قلت له شنو حتى ولينا نعملوا المسرح ونحطوا فيها هكا نزرعوا فيها فيهات. أي. حتى اللجنه تعمل اها لا فيها. ما تتقالش نحيها. انت تنجم تخلي البقيه قال لي. اي اما الفيها لا نحيها. أيه. ولذا كل الأعمال المسرحية كلها خرجت للنور، والرقابة نتاعنا هو معمولة لجنة التوجيه باش تنصح المسرحيين مش يتحسنوا في المردود نتاعهم. أيه. نعطيك وجهة أخرى نتاع رقابة من بعد في العهد بن علي ثم نص نتاع بريشت أنا وقت مذكرة الديناصور يقول فيه روزو القصبة روزو. قال لي اسمعني نحيها لي هذه القصبة خاطر خمم القصبة رأس الحكومة رأس الحكومة يا ولدي النص هذا موجود. قال لي لا 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 نعطيك أمثلة من الرقابة اللي هي طو. أنا خاطر كيف نعبر عليها نقول لا ما كانش عندنا رقابة في تونس. يستاءوا الناس مش كنتم معذبين والرقابة عاملة فيكم وعبقريتك ما خرجتش بفضل النقابة؟ لا ما كانش رقابة بكل لا رقابة ولا نقابة. أنا غلطت في فهمتني لأنه نظامنا الرقابي غير نظام فكري. أي. غير نظام إيديولوجي، نظام نمطي وحده إلى حد أنه ينجم يقولك أنت تعرف اللي فيه. ما هوش جدانوف دبر راسك. قال سايس روحك ودبر راسك وسايس روحك ما تعملوا ليش. ثم الرسعات يقولون بو المسرحية هذه أي تتعدى في تونس ما يصيرش، اما مش تخرجوش بها البرع تفاقس وبنزرت واحد ما يجيش. يعني انت حكيت لجنة التوجيه كيف تنحات ورصات ما عادش فما الورقة الزرقاء، انت تنرفزت قلت ولا اي معتمد ولا اي ولي نجم يقول لي ما تعجبوش المسرحية يقول لي اقف. هذا نهار 14 نهار 7 نوفمبر اي نهار التحول المبارك. عاملين اجتماع في الوزارة قالوا لي ابشر يا سي فلان راهو نحينا رجل التوجيه. قلت له من فضلك تخليها لي هذيك نحبك الباسبور الازرق. ما كانش يجيني معتمد كرفتني وقت يحب الوضع تو هكا نحينا الورقه الزرقاء. شوف ثم مستوى اخر رقابي اللي هو بيرنيسيو هكا مسمام شويه مسمام اللي الا وهو تحب نعطيك انا ما نمنعكش ما نمنعكش تفضل عندك نعطيك تاشيره ولكن ما نوزعكش ما نبرمجكش. وهذا الى حد اليوم لهذا ما ماشي به العمل الى يوم الناس هذا. لليوم ما عندكش تاشيره اما ما برمجكش. قال بريشت قال ماذا اش يفيدني انا اذا كان عندي حق النشر والتعبير وانت تملك المطابع ولا اوراق.